الغابات، هذه الثروة التي تسخر بها الجزائر والتي تغطي مساحة تفوق 4 مليون هكتار، تلعب دورا محوريا في الحفاظ على التنوع الإيكولوجي والحد من الاحتباس الحراري الناتج عن التغيرات المناخية. اليوم العالمي للغابات محطة لتقييم ما قامت به الجزائر من حملات تشجير أعادت الاخضرار للمساحات التي أتت عليها ألسنة اللهب. المساحات المحروقة لا تعاد غرسها مباشرة في السنة التي تلي السنة أين تم الحريق. 30,000 هكتار يتحرقوا سنويا، لكن احنا نرتئي أن نلاحظ التجديد الطبيعي أولا، لأن الالتئام الطبيعي أفضل من أن نلجأ إلى عملية الغرس، ثم إن لم يتحقق ذلك نلجأ إلى عملية التشجير، وبالتالي احنا في صدد إجراء الجرد الحراجي وسنتحصل على نتائجه في 2024. إعادة إحياء السد الأخضر خطوة أخرى ترمي لمحاربة التصحر. هذا الشريط الغابي الرابط بين الجنوب والشمال يتقدم عبر عدة ولايات بفضل البرنامج الذي تم إطلاقه رسمياً شهر ديسمبر من السنة الماضية. نعم، السد الأخضر هو مشروع ذو أبعاد بيئية اجتماعية واقتصادية من منظور التنمية المستدامة. مساحة السد الأخضر حالياً هي 4.7 مليون هكتار بطول 1500 كيلومتر يمتد من الشرق إلى الغرب، ويمس ولايات سهوب من ولاية تبسة خنشلة مروراً بولاية البويرة مدية الجلفة إلى ولايات الأغواط البيض والنعامة. إطلاق مشاريع تتعلق بالغطاء النباتي، اختيار الأشجار التي تتلائم مع كل منطقة من ربوع الوطن، ومتابعة المساحات المغروسة، هي كلها إجراءات تساهم في إعادة الاعتبار للثروة الغابية، ثروة تساهم بدورها في تنوع الاقتصاد الوطني.